شلونكم اعزائي المشاهدين؟ حلقه جديده من برنامجكم حش عراقي، واليوم حلقتنا بالهواء الطلق مع الست سهاد الشمري. اهلا وسهلا بالست. اهلا بحضرتك. اليوم حلقتنا ست على البرنامج الحكومي للسيد محمد شياع السوداني. شلون شفتي البرنامج الحكومي بالبدايه؟ اول شيء اليوم حكومه السيد السوداني اعتقد هي تختلف عن سابقاتها، لانه الرجل هو ابن المؤسسات السياديه والمؤسسات الحكوميه، تدرج ضمن سلم وظيفي تاريخ نزيه كاد يعني يكون قريب جدا من الجمهور، فبالتالي هو اليوم متفق عليه ايضا القوى والكتل السياسيه. يعني لو لاحظنا اليوم هذا الشخص هو متفق عليه جميع اعضاء البرلمان، وليس لديهم خيار سوى دعم حكومته. البروجرام اللي اتى به هو بروجرام اصلاحي، محاربة الفساد، إعادة البنى التحتية الخدماتية للمجتمع العراقي، وهو اليوم نراه يعمل عمل دؤوب في كافة المؤسسات. شو التحركات الأولى من الحكومة؟ راح لوزارة الصحة، راح لأمانة بغداد أيضا. اليوم هو حركات ذهب للوزارات المهمة، يعني وزارة الصحة وأمانة بغداد متعنة بالصحة اللي صحة المواطن والأدوية، واللي أيضا هي أثار لغط كثير بها ملفات فساد كثيرة. هو أساس برنامج اليوم مكافحة الفساد ومكافحة السلاح المنفلت وأيضا إعادة الأموال المسلوبة. أمانة بغداد اللي كان يوم أمس معها اجتماع انتقدها انتقاد شديد اللهجة، خبرهم أنه ليست حكومة شعارات، إنما يريد خدمات، وايضا انه ركز على ثقه المواطن التي كادت يعني منتهيه بالمسؤول. فبالتالي هو اليوم ذهب لخطوات جاده حقيقيه، زار هيئه النزاهه، عمل لجان رديفه في هيئه النزاهه لتحقيق بملفات فساد مهمه، واهمها ملفات فساد صفقه القرن الاخيره. صح. عمل على تغييرات اشرف بنفسه بصوره مباشره عليها، عين وزيره الماليه ست طيف سامي مشهود لها بالنزاهه على غرار يعني منذ التغيير النظام لحد الان هذه المراه، الجميع متفق على حسن وسيره السلوك. فبالتالي نرى انه يضع خطوات اصلاحيه لبرنامج اصلاحي. من الممكن لو اطلقت القوى السياسيه العنان ليد السيد السوداني في هذه المرحله، لنرى ان هناك مرحله جديده سوف تبدا بخضمها اصلاحات حقيقيه. برايك اليوم الاولويه لازم تكون المن بالبرنامج الحكومي؟ يعني هو تكلم على مكافحه الفساد، بس شنو اهتمامات الشعب اللي المفروض يركز عليها السيد السوداني؟ اليوم لو اراد السيد السوداني نجاح حكومته فعلا، عليه ان يسير بخطى متوازيه لخطين متوازيين مهمين، هي مكافحه الفساد واعاده الخدمات للمجتمع العراقي. مكافحه الفساد تتضمن امور كثيره، ملفات خطيره يجب عليه فتحها والوقوف بحديه وحزم في هذا الملف، ومنها مكافاه النزيه ومعاقبه الفاسد امام العلن. الملفات اللي ما تخص باعاده البنى التحتيه، الصحه، الإعمار، الزراعة، لدينا الصناعة، اليوم عندنا 20,000 مصنع معطل، لدينا 40 مليون دونم لم تستصلح، عليه الدفع بعجلة الاستصلاح الزراعي، وأيضا دفع بالقطاع الخاص والقطاع العام للنهوض، لأنه إذا راعينا اقتصاد البلاد من الممكن تشغيل الأيادي العاملة للشباب. صح. التي أهلكها الانتظار، والتي كان لدينا خريجين بالآلاف عاطلين عن العمل، ومن ثم الذهاب لملفات خطرة، ملفات الفساد، السلاح المنفلت. لا صوت يعلو على صوت القانون، لا صوت يعلو على صوت الدولة، وأيضا هناك أمور خطيرة منها إعادة الأموال المنهوبة. هناك مبلغ مرعب، يعني سمعنا به آخر فترة 3.5 مليار دولار هربت خارج الحدود. بالتالي اليوم عليه متابعة هذا الملف، وأيضا نتاج هذه التحقيقات يجب أن تكون للرأي العام. ست اليوم المواطن يهمه الفرص العمل الموجودة، سمعنا اكو 72 فرصة عمل راح يتم طرحها لحملة الشهادات العليا، المحاضرين المجانيين راح يصرفون رواتب لهم. هذا موضوع الشعارات اللي ممكن الشعب يتعود يسمعها، برايك حكومة السيد السوداني ايش تحتاج حتى تطبق هذه على ارض الواقع؟ لو نظرنا بواقعية اليوم، حكومة السيد السوداني افضل من سابقاته. اولا استلم خزينة الدولة ولدينا فائض في الميزانية، فبالتالي اطلاق هذه الفرص التعيينات ولم يكن يعني مستبعد او مستغرب، لانه لدينا وافر في الميزانيه، ايضا هناك درجات وظيفيه شاغره، لانه على غرار اخر حكومه سابقه او حكومتين لم يتم تعيين يعني هذا الكم او هذه الدرجات الوظيفيه التي تم اطلاقها الان. هذه نقطه. النقطه الثانيه، اعتقد ان السيد السوداني هو ابن المؤسسه الحكوميه، يعلم جيدا انه الدوله، يعني اي دوله بالعالم
تنهض باقتصادها وامنها، فبالتالي اليوم امننا هو مركز عليه وقال انه الامن خط احمر بعد الحوادث الاخيره التي حدثت، وايضا اقتصادنا ركز على البنى التحتيه وايضا بدفع عجله الشباب لانه يعلم جيدا انه اليوم الشباب العاطل عن العمل ممكن ان يكون هناك ممتعض منتفض على واقعه، فبالتالي تكون هناك من الممكن مظاهرات، من الممكن يجر الشباب الى امور اخرى كالمخدرات او الجرائم، فبالتالي هي هذه الخطوات الصحيحه لانه بالشباب باعتبارهم عماد الوطن واطلاق الفرص الوظيفيه والتعيينات الوظيفيه هي من المؤكد سوف نذهب لواقع جديد للشباب العراقي الذي انهكه كثره الانتظار وكثره الوعود التي لم تطبق عبر حكومات اربعه سابقه متعاقبه. طيب استاذ اخيرا اليوم هذه الحكومه ممكن هي تصير حكومه انقاذ المواطن العراقي، لان الكل عدم ثقه بالنظام، النظام كله بصوره عامه، التحركات حلوه، اغلب الخبراء السياسيين يقولون احنا بنمشي بالطريق الصحيح، اكو مقبوليه للسيد محمد الشياع السوداني، ايش تحتاج هذه الحكومه حتى تكون هي حكومه انقاذ المواطن؟ فلنتفق اولا انه السيد السوداني لا يملك العصا السحريه لصلاح بلاد او صلاح الامور التي تراكمت على غرار عقدين من الزمن. صحيح. المده اللي اتى بها حسب البروجرام الذي طرح سنه، يعني وصف انه سنه وهو سوف يتم بعدها اجراء انتخابات مبكره، فبالتالي هو من الممكن ان يؤسس لاصلاحات لكن لا يستطيع اصلاح يعني تراكمات هذه السنوات التي مرت. اليوم بالتاكيد نعول على دعم هذه الحكومه لانها يعني الملاذ الاخير تعتبر في خضم الظروف الصعبه الاقليميه والعالميه والداخليه للبلاد وسط الخلافات السياسيه المحتدمه بين القوى السياسيه، ومن الممكن ان نؤسس لهذه المرحله لمكافحه الفساد وايضا كشف للراي العام الاشخاص الذين تسببوا بملفات قضايا كثيره، الاغتيالات، تهريب الاموال، وايضا امور كثيره تخص المواطن العراقي. على السيد السوداني الوقف بجديه وحديه من هذه الامور واطلاع الراي العام، وهذا مهم جدا على ما يحصل من نتاجات تحقيقات او انجازات، لانه اليوم الشارع هو من يقيم، والشارع هو عباره عن جمهور متاهب يتربص بالقوى السياسيه باعتبار انه اليوم الجمهور هو فاقد الثقه بالطبقه السياسيه ككل، ممتعض من ادائها، هو من الممكن ان تم لديه خطوات اصلاحيه، من الممكن ان يعيد الثقة بين المواطن والمسؤول، وهذا أمر كمرحلة ضروري أولى. كمرحلة أولى لأنه هذا أمر ضروري. أنت اليوم هو من خبر أنه سوف نذهب لانتخابات مبكرة، كيف الذهاب لانتخابات مبكرة ولديك شارع لا يرغب بالمشاركة، لا يرغب ببقاء القوى السياسية؟ أعتقد أنه سوف تكون هذه وجهة تصحيحية وفرصة ذهبية للسيد السوداني لتعديل رؤية الشارع وايضا استصلاح اراء المواطنين بالقوى السياسيه. يعتبر هو مخضرم الرجل، يعني صح. على غرار حكومات هو كان موجود، تسنم مناصب وزاريه اكثر من منصب ولم يكن لديه شائبه في سجله، بالتاكيد انه هو من المواطن كما راينا حديث اليوم قال اني انا اتكلم كمواطن عراقي وليس كمسؤول، نقد المدراء والوزراء جميعا الذين لم ياتوا بخدمات المواطن، على هذا كله يتم التعويل. اكيد يعني احنا نتامل الخير لهذه الحكومه، راح نراقب اداء الحكومه، واكيد ان لقاءات اخرى. ست سعاد الشمري سعيد بحضورك ونورتينا بمكان اليوم. سعيده معكم، شكرا لحضرتك والكادر كله. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين اكيد نتمنى الحكومه تمشي في مسارها الصحيح ويكون هي خطوه اولى لاعاده الثقه بين المواطن والنظام. اعزائي المشاهدين وصلت معكم لنهايه حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بحلقات القادمه في مالنا.